ديال يعني جماعة ثابت اللي غادي تبارى واحد يعني منافسة، تكون واحد منافسة اللي هي منافسة شريفة، يعني أن واحد مسألة غادي نقول لكم هو أنه كاع التلاميذ اللي يعني جاو هنايا راه فايزين، وهذا الفوز كيعبر يعني في الأخير غادي يعبر على الفوز ديال جماعة التلاميذ، يعني الوحدة التربوية ديال جماعة التلاميذ اللي غادي تمكننا حنا دابا وحدة، وبغينا نختاروا واحد جوج ولا ثلاثة في الراس، واحد جوج ولا ثلاثة في المسابقات الثقافية اللي غادي يمكننا قدام الجماعات أخرى. ها؟ إذا خير ما نعتذر به آيات بينات من الذكر الحكيم، غادي تفضل التلميذ باش التلميذ اللي غادي يجيبو تفينا هو أجا ودي الذهبي زعما يلاه ودي. دقيقة صمت
ونطرحها مع بعض ونقرأ سورة الفاتحة ترحما على فقيدنا سي محمد تستفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على ومرحبا بكم في مدرسة علم جديد لتنفيذ برنامج الفرع الإقليمي لجمعية التنمية التعاون الوطني. لأن جميع التلاميذ على مستوى الإقليم يقومون ويشاركون في أنشطة تربوية فنية وثقافية من أجل خلق حياة مدرسية مفعمة بالحياة ومفعمة بإبراز الطاقات التي توفر عليها جميع المدارس سواء في العالم القروي أو في الوسط الحضاري. إذن لي الشرف أن أتواجد معكم هنا في مدرسة ابن جديد للإشراف على وتطوير أنشطة على مستوى جماعة تلميذ أو الوحدة التربوية تلميذ. إذن أتمنى لكم التوفيق، و كما قال السي سعيد جكان الكل فائز بمجرد المشاركة على مستوى القسم أو على مستوى المؤسسة والتأهل إلى مستوى الوحدة والتأهل إن شاء الله إلى مستوى الإقليمي. فهذه المشاركة هي فوز لنا كأطر تربوية وفوز لكم كتلاميذ وفوز كذلك لأسركم الذي شجعتكم على المشاركة في هذه الأنشطة كما قلت تربوية فنية وثقافية وكذلك رياضية. إذن دون أن أطيل أتمنى للجميع التوفيق والسداد إن شاء الله، وشكرا لكم. ما كانش سميتك واو حمادة واو حمادة واو حمادة واو حمادة حمادة يا حمادة حمادة يا حمادة حمادة يا حمادة وضمك سكر زيادة وضمك سكر زيادة وضمك سكر زيادة وضمك سكر زيادة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون أستاذ إن شاء الله تكون أستاذ وتقري كل الأولاد وتعلم كل الأولاد سكر زيادة وضمك سكر زيادة إن شاء الله 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 معلمة إن شاء الله معلمة وتقري دراري ديما وتعلم دراري ديما يا الله 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 ي
ردي أمي 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 ردي أمي 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 ردي دعيني أمي راقصني أمي دعيني أمي راقصني أمي دعيني راقص راقص دعين أمي ناقص اثنين وخمس وكذا يكون عندهم
والمشكل دروك هو عندهم علاش كنقولوا جوج الهدف ديالنا كاع باش نقول باش نجيب جوج الهدف ديالنا هو داك التصاور وهي راه عندها بن عفان رقم 6 أسهم الشكر الله برافو راه شفتوني صافي تلاقى عاو الشكر ديالهم يلا بالجوكر يعني 8 يا عيسى ما تخيش يلا الله عطيها شنو الرقم ها يا إما الحياة إما الأربعة مدن وأماكن وسط جبال أطلس الكبير يوجد أطلس الكبير يوجد في الجن ممر طرقي مهم يا رب تمينا مورزتهم الرقم وسميتو تيزيد تشكا ولا تيزيد الغمط ولا تيزيد دس ولا تيزيد بشكوم شبارك ما بين مورزات ومراكش شكون هما اللي كنسوي عليهم سير أولدي يا تيزين تيشكا عطينا السكان يا تيزين تيشكا ما بين تمنى وشارات تيشكا تحيد 80 نقاط ويكون عندنا دائما المطلوب ديالنا هو ذاك النفق نتمنى ان شاء الله يكون في اقرب وقت هذا المطلوب ديال الساكنه نواصل رقم 7 دجلة تنجمة يا اما 8 يا اما ناقص جنان اشنو الرقم؟ ها ثلاثة المغربية كالعادة بماذا تشتهر المناطق والمدن التالية أرفود باش كتشتهر صفرو باش كتشتهر قلعة مكونة باش وبركة باش كتشتهر كل واحد عنده النقطة ديالو إيه بالجو كالدول ما كاين والو كاين يلا قولوا لنا أرفود باش كيشتهر أرفود وارجع لكم خليهم يخدموا شكون اللي كيجيو من شكون اللي كيجي دجلة شنو هي دجلة؟ أفود باش نشتهروا بداو اللي عرفتوا يلا يا قولوا قول أنا كنسمع يا تلقاها يلا قول أنت يلا نعم قلعة مكونة باش كتشتهر ها العسل زيد دو زيد قول زيدي بركان بركان قولي ها الزعفران الزعفران زيد زيد صار ما تديكش على الصور صور تاع الماء باش يكون باش اللي عرفتو منو ارفوت فيه تمر القلعه فيه الورود وبركان فيه البرتقال مرة أخرى أنا بعد عشت في الجزء استعملت جهود بسم الله غير واحدة نقول لكم كل واحد يعرف إمتى يستعمل الجوك هما كم هو استعمل الجوك في مدن وأماكن راه باقي عندنا بزاف ديال يلا الله يسهل ستة بمدينة مراكش توجد ساحة دخلت سجل التاريخ العالمي لمنظمة اليونسكو ساحة داع صيتها عالمي والتي ترون في نعم جامع الفيلا جامع الفيلا اعطيونا جامع الفيلا اعطيوها 8 نقاط جامع الفيلا معروفة عالميا الله مغامرة كثيرة هذه المرة كثيرة هذه المرة مغامرة كيف نجي اش من راقب كتشوفوا ثمانية عطيهم ثمانية مدينة سياحية تعتبر عاصمة ديال جهة المملكة تأسس سنة 1970 تقع في الجنوب الغربي للمملكة المغربية وهي مدينة غنية بالثروة السمكية في 8 مايو 2010 تم بها حدث كبير صنع عالم المغرب بمساحة 60,000 متر يعني 6 كيلومتر مربع ويزن 20 طن هذاك العالم تزامنا مع عيد ميلاد الامير مولاي الحسن تم اعتماده في موسوعه جينيس الارقام القياسيه ها هي مدينه السمراء مدينه عيون مدينه الدخله وحده فيهم الدخله انا ما عرفتش اعطينا استاذ ها هو مدينه الدخله كان هناك عاود واقف في الليل
ميرسي. باقي ليهم السؤال رقم 9. عطيهم استاذ السؤال رقم 9. السؤال 9 هو مدينة جميلة تقع شام، هل هي مدينة الشام، مدينة الحسيمة، أم مدينة تطوان؟ طرفقوا عفاكم، شاوروا. راه دازت ابن سينا في واحد الخطأ. ها تطوان. اش كيقول الجواب؟ صحيح. الجواب صحيح وثبات الوقاع. غندوزو مباشرة ل فرقوا ثلاثة، شكون هما ثلاثة؟ مجموعة من الأبواب، إلى لاحظتوا مزيان، عندنا واحد مجموعة من الأبواب، عندنا مدن وأماكن، شخصيات فنية، شخصيات سياسية، شخصيات رياضية، وارزازات، شخصيات أدبية. واحد المجموعة ديال المحاور اللي ممكن غتلقى في كل محور 10 أسئلة. زيدوا السيد أعطينا المحور ديال 10 أسئلة. زيد نبدا 10 أسئلة في كل محور، شخصيات رياضية، مدن وأماكن مغربية، إقليم ورزاز، شخصيات فنية، شخصيات سياسية، شخصيات أدبية. كنعطيكم سؤال وكتجاوبوا، باش ما كتجاوبوا ما خصناش نفوتوا 30 ثانية، لأن الوقت كيزحمنا، 30 ثانية فقط. إلا جاوبتي كتاخذ 4 ديال النقاط، ما جاوبتيش كتاخذ 0 نقطة. كل مؤسسة عندها ما يسمى بالجوكر. الجوكر كنستعملو في الوقت باش أنا واثق من الباب اللي اختاريت. كنختار الباب، إلا واثق أنا من الأجوبة كنستعمل جوكر. عندك الحق تستعمل جوج جوكيرات خلال المسابقة بأكملها. الجوكر إلا استعملتيه بدل 4 نقاط كتاخد 3 نقاط. ولكن إلا ما جاوبتيش كنقصوا لك جوج نقط. طيلة المسابقة عندك الحق تستعمل جوج جوكيرات. إلا بقى عندك شي جوكر ما استعملتيه في آخر المسابقة بقولك جوج كنقصوا لك 10 نقاط. بمعنى أن ضروري خصك تستعمل جوج جوكيرات في الأوقات، في اللحظات اللي بغيتي أنت. إلا بقاو عندك الجوكيرات قبل ما نحسبوا المجموع غنقسموا لك 10 نقاط. اتفقنا؟ لا قبل السؤال، الجوكر كيتستعمل قبل ما نعطي السؤال، ماشي حتى تشوف السؤال عاد تقول لي بغيت نستعمل الجوكر. قبل ما تستعمل، قبل ما تشوف السؤال قول لي استعمل الجوكر ولا لا. في نصف ديال 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 المسابقة من حق التلاميذ المشاركين يستشيروا مع الأساتذة ديالهم. كنعطيهم واحد جوج دقائق، يقدر يعطيهم شي نصيحة، يقدر يقول لي ما تسرع، يقدر من حقهم يديروا واحد هنيها دقيقتين مع الكوتش ديالهم. وبسم الله نبدأ. قلنا لكم نعم سؤال ما كاينش المساعدة. نعم ما كاينش المساعدة. لا المساعدة حيدناها. صافي المساعدة حيدناها. علاش؟ سير أستاذ الواحد كليكي على واحد صافي غير كليك واحد عاد غير كتكليكي الكليكة الثانية كيجي جاوب. اذكر ثلاث لاعبين يلعبون حاليا للمنتخب الوطني المغربي المحلي. كتعرفوا بلي المنتخب الوطني المغربي حاز على كأس أفريقيا للأمم هذا الأسبوع هذا اللي فات. يلا أعطينا غير ثلاثة. نعم صوت مرتفع. سفيان رحيمي، أنس سنيتي، أيوب الكعبي. زيدني مثلا هذا رياضي هذا مفتيني هذا. أعطيني أستاذ الأجوبة. سير كليك وحدة وغادي الأجوبة. عندنا أنس زنيتي، عمر المساوي، محمد الناهيري، بدر بانونيوس، مفتي العربي، الناجي، يحيى، جبران، وليد، قلت إسماعيل، آخره. الجواب عندهم جواب صحيح وأربع نقاط. عندهم طالبنا واحد العدد من واحد مشى، سبعة مشى، قول لنا رقم 4 يمشي الأستاذ رقم 4. سؤال: من هو الهداف تاريخي لكأس افريقيا؟ كتعرفوا بلي هذا اللاعب
استطاع شكون هو الهداف سفيان رحيم سفيان رحيم هو الهداف ولكن حنا ماشي الهداف ديال هذه الدوره اللي فيها بغينا الهداف التاريخي طير جميع الدوره ماشي نتوما راه السؤال نروح لمن لدجدة الهداف التاريخي يعني ليش اكبر اهداف خلال تاريخ كاس افريقيا المحلي شكون ايوه ملك حدي واش صحيح ولا لا شوفوا السين ايوه ملك حدي انا كيسحبني واش غير الدراري اللي كيهتموا بالرياضه حتى لهم اربع نقاط غنمشيو عاوده هاياك هاكا مشاو لنا جروب واحد اربعه سبعه ونقصروا صافي شكون هو رقم اربعه تغرمت اختاري ثلاثة خلاص هاد ثلاثة تبع مزيان السبعة لكم أحد اللاعبين خمسة من عسل لازم يتوج كأفضل لاعب أفريقي هادو كلهم كيستحقوا شتوهم كاين عندنا دولمي حجي زكي تيموبي فرس كلهم كيستحقوا أنهم يفوزوا بالكرة الذهبية للأسف واحد فيهم ما صعبوش أحد شكون هذا؟ لا ماشي انتوما انا كنهضر مع تغرم شكون واحد فيهم قول لي غير قول نعم شكون مصطفى حجي اش الجواب لا غلط غلط واحد مصطفى حجي لها 89 بدو الزكي لها 86 واحد من 85 احمد خلاص مشى 70 هذا كي مشى الدومي للاسف الله يرحمه هو يستحق كان واحد المعلم كبير في الكره ولكن ما عرفتش شي ظروف ولا كيفاش خليه الخال اثنان سير وصل اثنان على الصوره هذه عداء اولمبيه مغربيه حصلت على الميداليه الذهبيه خلال الالعاب الاولمبيه سنه 84 بلوس انجلوس شكون هي هذه شوفوا فيها مزيان هي عداء وشكل الفيفا وكتمثل المغرب تمثيليه مزيانه وموجوده في التلفازه وموجوده في التلفزيون شكون هي شكون بعدا اللي كتسولهم بنو سينا ما عرفتهاش شوف فيها غير عطينا هذيك واحده شابه وعطينا هذيك مسؤوله ما عرفتهاش ما كاين مشكل ما كاين مشكل شكون اللي عطينا شي جواب شكون هي هذه نعم نوال المتوكل شوفوا السن واش نوال المتوكل نعم هي نوال المتوكل حتى جدا راه حنا رياضي معنا حتى هو نوال المتوكل حصلت على ذهبيه 400 متر حواجز في دوره الالعاب البحر المتوسط المقامه بالدار البيضاء سته ستة ما بغاوش يستعملوا الجوكر هذا أول ملاكم مغربي فاز بالميدالية الذهبية في الدوحة في عام 2016 في فئة وزن الويلتر 69 كيلوغرام بعد فوزه في النهائي وحصل على جائزة أفضل ملاكم في السنة وفي العام التالي حصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 ومن بعد ذلك ولا ملاكم محترف شكون هو هذا؟ راه السؤال ليهم ما مستعمليش الجو عافاكم وارجع لكم اللي باقي هضر غنخرجوه من الروح راه عيط خليونا بيناتنا ولا واضح ما بانش لكم حنا كنسولو دروك نسالكم واحد البعثه عاد الاسبوع هذا في القناه الرياضيه دون مزعود ميلاد بطل واحد الشريط وثائقي ميلاد بطل كيبان لي انا زعما باين غير ما عرفت انا اعطينا جواب استاذ جواب استاذ اعطينا جواب هو ربيعي معروف اول ملاكم مغربي فاز بالميداليه الذهبيه في الملاكمه في بطوله العالم في الدوحه في عام 2015 اختار من واحد حتى 10 ما بغيتش تستعملوا الجوكر هذاك الجوكر اللي بقى في يديكم دابا خرجت لكم 10
10 نقاط عطينا عشان سؤال واحد مزيان عجبتوني بعدا كتشاور مزيان هاد التشاور هذا مهم جدا عطيهم واحد مدير مدينه مغربيه ساحليه تعرضت لزلزال عنيف سنه 1960 واعيد اعمارها وبناؤها فاصبحت قبله سياسيه مدينه الحسيمه مدينه اكادير مدينه جده والجواب كيقول مدينه اكادير قول لنا استاذ الجواب صحيح شكون هذا المكان هذا صحابه كادير شكون هو هذا المكان هذا لا لا ماشي كادير مش هذا عيون الفجر الزرقاء لحظات في محراب الصمت رقصة الجنازة صبي الطين أبدي هذو المؤلفات ديالو إسماعيل وعرابي إسماعيل وعرابي شوفوا أستاذ إسماعيل وعرابي هو شاعر زجال وعرابي زجال هذا دريس الجرماتي هذا كاتب مغربي له مؤلفات حاول التعرف عليه من بيني راه واحد اللي خاص فيهم ثلاثه واش هو احمد صالح ولا احمد بوزفور ولا احمد مطر هاد الثلاثه ما جاش عندكم من المدرسه كان جاكم راه كون استقبلتوا احنا جا ناس في مجموعه من المدارس الوزازات هذه تقريبا سنتين استدعاتوا عقاب اللي استدعاتوا من بعد ما مشى العكر داز مشي شكون هذا؟ احمد بوزفور احمد بوزفور فين هو؟ شكون فيهم؟ هذا شوف ليا وهذا عنده روايات موجودين او ديوان ديال سيدي باد اللي مهم انه يهتموا اللي علاش جبنا حنا لان دائما كيجي الترميكس وكيشجع دوك الشباب اللي كيكسبوا هو وطني نعم عندك شي اضافه وصافي كملنا وسبنا هذا الاسئله جماعيه ونتمناو مره اخرى ننتقلوا لفينت ولا ننتقلوا لدجده ولا تيميلاد ولا كومراد اخي من ركنو الاخوان كنرفعو طرفكم مزيان Thank you.
انا مستحقه ولكن بين سبع تصفيقات ديال بغيناكم عاوتاني تصفقوا عليهم سير موسى ما قايل هذا ما كيعنيش انه هو عندهم وحدهم معلومات كاين اللي عنده معلومات اكثر عندكم ولكن راه كاين شويه ديال الحاط كاين شويه ديال الارتباك المهم مزيان انا اللي عجبني اننا دوزنا المسابقه في المسابقه اللي اسمها فيجي شكرا لاسم موسى اسم موسى واسم موسى ريحان وحفصة هما كلهم بجوج اسم موسى هما ريحان وحفصة ان شاء الله كلنا عادي جدا عادي جدا انكم ان شاء الله غتفوزوا الى ما فزتوا ماشي مشكل